مساء الخير مع حضراتكم، محمود كساب استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة شركة ريال استيت جايد. الفيديو دوت أنا حابب أتكلم فيه كده بالتفاصيل الجديدة عن مشروع روزس في الآر 8. المشروع ده كنت سبق واتكلمت عنه في بداية الطرح بتاعه، كان في تقريبا في 2019. الكومباوند على 21.5 فدان، قطعة L6 في الآر 8، موقعها مميز جدا. المشروع حاليا مبني بنسبة تعدت 60%. ده كده شكل التصميمات الخارجية للعمارات، وهوري لحضراتكم برضو البروفايل دوت فيه كل التفاصيل الخاصة بالكومباوند، ابتداء من اللي هو الاونر بتاع الارض اللي هي جمعية الحكماء، والمطور العقاري شركة جولدن هاوس بسابقة الاعمال بتاعتهم، واللوكيشن بتاع قطعة الأرض اللي هي قطعة L6، موقعها كويس جدا، تعتبر برضو على ميدان رئيسي وجنب منطقة خدمات. الكومباوند 21.5 فدان والبناء على 20%. الاستشاري الهندسي شركة اسمها QSD. الخدمات المتعارف عليها بقى في الكومباوند، هيكون فيه 2 مول تجاري، هيكون فيه الكلاب هاوس على 2 فدان، المسجد، يعني كل الخدمات اللي حضرتك يعني هتلاقيها موجودة في أي كومباوند. عندهم المساحات بتبتدي من الغرفتين ال 120 متر لحد ال 248 متر، الأربع غرف، وبيكون في نماذج شواء وفي نماذج دوبلكسات. تمام، دي كده بالنسبة يعني للتفاصيل العامة بتاعة المشروع. ديت صور للإنشاءات برضو. هو مبدئيا هم عندهم كذا باقة للأسعار، بتبتدي معاك يعني سعر المتر من 8800، ده بنظام السيمي كاش، إن حضرتك بتدفع مقدم 15% وتبيع على سنتين، أو مقدم 30% والباقي على 3 سنين، أو مقدم 50% والباقي على 4 سنين. حضرتك هنا بتحاسب سعر المتر على 8800، وده أقل سعر متر سكني حاليا موجود في العاصمة. دي كده نماذج الفيلات اللي هي مبنية. في نظام بعد كده الأقساط العادية، حضرتك بتدفع مقدم 10% على 6 سنين، أو 15% على 7 سنين، أو 20% مقدم على 8 سنين. هنا بيتحسب لك سعر المتر إن هو بيبتدي من 12,000 جنيه. فده كده عموما كان يعني برضو نبذة مختصرة عن طبيعة الأسعار الحالية وأنظمة السداد. ديت برضو صور من الإنشاءات، وده يعني صور كده لشكل التصميمات الخارجية للعمارات وشكل الفلل. فدي برضو حاجة كويسة، يعني ان هما طرحين عروض كويسة بأسعار تعتبر مش موجودة دلوقتي في الماركت بتاع العاصمة، وفي نفس الوقت انت عندك الكومباوند مبني بنسبة 60%، فده في حد ذاته يعتبر يعني حاجة كويسة جدا. يعني لما تلاقي مطور بيديلك الأسعار ديت بأنظمة السداد ديت، وفي نفس الوقت ان حضرتك تقدر تعاين الوحدة بتاعتك أو تعاين نموذج مشابه للوحدة اللي حضرتك هتستلمها. فده عموما اللي أنا حبيت أوضحه لحضراتكم في الفيديو دوت عن الأوفر اللي مقدماه شركة جولدن هاوس لمشروع روزس في الآر 8. هو يعتبر من أقل الأسعار بنظام السيمي كاش في الآر 8 حاليا. لو في أي حد محتاج يعرف تفاصيل أكتر عن المشروع، محتاج البروفايل اللي انا وريته لحضراتكم اللي فيه كل التفاصيل الخاصة بالكومباوند، محتاج يعرف النماذج المتاحة دلوقتي في الكومباوند والاماكن بتاعتها والحاجات المميزة المتوفرة دلوقتي، ممكن يبعت لي اي مسج على الواتساب وانا اوضح لحضرتك ايه العروض المتاحة دلوقتي، او ايه النماذج المساحات المتوفرة دلوقتي واماكنها كمان هتكون موجودة فين. وان شاء الله اكون مع حضرتك خطوة بخطوة من وقت ان احنا بنبتدي اولا نختار يعني المشروع اللي احنا هنستقر عليه، او ان انا بفهم مبدئيا المتطلبات بتاعة حضرتك والتوجه بتاعك سواء استثمار او سكن عموما بالنسبة للسكني، وببتدي ان انا اوجهك واعرض عليك افضل الاوفرات اللي هي تتناسب مع الميزانية بتاعة حضرتك، وفي نفس الوقت برضو تكون يعني متناسبة مع المتطلبات اللي حضرتك بتدور عليها. أنا معاكم محمود كساب استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة شركة ريال استيت جايد. الرقم الظاهر دوت متاح عليه الواتساب، وفي كمان لينك موجود في أول الوصف، حضرتك مجرد ما بتضغط عليه هو بيوصلك على طول على الواتساب الخاص بيا. الخدمة بتكون مجانية وتحت أمر حضراتكم في أي وقت. شكرا.